عقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون السياسي لمناقشة المعوقات التي تعرقل دور منظمات المجتمع في دعم مسيرة البناء والتنمية. وقد خلص هذا الصالون إلى عدد من التوصيات، أهمها فتح مقرات المنظمات المغلقة بالإضافة إلى تهيئة المناخ السياسي وتفعيل دورها كضلع رئيسي للدولة للقيام بدورها الوطني. الدور اللي بتقوم به جامعات المجتمع المدني برضو يعني في أحيان كثيرة بيقتصر على تقديم الإعانات والهبات دون الدخول في الدور الحقيقي اللي كانت بتقوم به في الماضي، وخاصة احنا كمصر لينا دور ودور وتاريخ الجامعات الأهلية في مصر تاريخ قديم جدا جدا، يمكن احنا من أوائل الدول في المنطقة اللي حوالينا كانت منشأة جامعات أهلية في مصر. فبالتالي احنا النهاردة المناقشة أسفرت عن ان احنا ماشي، هو في دور لابد انها تقوم به المؤسسات التشريعية والدولة المصرية، بالتالي لابد أن يكون هناك دور من داخل الجامعات الأهلية، دور داخل المؤسسات التشريعية قامت بهذا الدور. شفنا التعديلات اللي قامت اللي تمت في قانون الجامعات الأهلية وقد إيه الحوافز التي منحت لجامعات المجتمع المدني. شفنا الدور الأخير اللي قام بيه وكان يمكن صاحبة المبادرة فيه كان مجلس الشيوخ بتمديد فترة تقنين الأوضاع للجامعات الأهلية، لأن كان القانون حدد معاد لتقنين الأوضاع ولم يعني يتقدم لتقنين الوضع غير عدد قليل جدا، في حين إن داخل المجتمع المصري ما يزيد عن 40,000 جمعية أهلية. والمفروض أن الفترة الجاية هتشهد اتساع لمجال العمل العام وفتحه إلى حد كبير جدا، فبالتالي أنا محتاجة دوت، محتاجة جدا يبقى عندي منظمات المجتمع المدني تشارك معايا في كتير جدا من المشروعات اللي طرحتها الدولة مؤخرا، لأن مين اللي هيوصل للكفور والنجوع والمدن والقرى غير منظمات المجتمع المدني؟ منظمات المجتمع المدني أنا الناس كلها بتتصور أنها المنظمات الحقوقية والدفاعية، منظمات المجتمع المدني دي ضيف واسع بتشمل الجمعيات التنموية، الجمعيات الخيرية، الحقوقية، التعاونيات، نقابات مهنية وعمالية، كل المؤسسات غير الحكومية وغير الهادفة للربح. يبقى أنا عندي قطاع واسع جدا، عندي تقريبا أكتر من 55,000 جمعية أهلية موزعين على كل محافظات الجمهورية، لازم أستغل دول كزراع تنموي قوي جدا، سواء كان بقى قطاعات التنمية المجتمعية، التنمية الاقتصادية، التنمية السياسية، محتاجاهم جدا.